مصلاحا مثل البشر ولكنهم مجنحين، اللي هم كانوا يسقوا في الحضاره البابليه والسومريه في انسان مجنح طويل اللي هو زي ابو الهول. ابو الهول يطلق عليه شسب عنخ، هو دون تمثال الاسد المجنح او براس انسان. تمام. فهم مثلنا طبعا، ألف في اكثر من مليون جنس، من ضمنهم ألف بس شبه البشر، من ضمنهم ملائكه مجنحه مثلنا ولكنهم طوال. منهم اللي هم من سلالتهم قوم عاد او العماليق او النفليم، اللي هو قالوا فيدخل عليهم البابا حطتا، اللي هو سيدنا موسى وبني اسرائيل. تمام. فطبعا انا قابلتهم بسرعه، الناس عماله فقابلتهم في واحد سيوة. اما المريخ فهو ده قصه ثانيه. المريخ هو اصل الجنس الابيض اللي هو منهم هتلر والناس كلهم، الجنس الابيض اساس البشر على الارض، القوى الافريقيه الانسان الاسود. اما الجنس الابيض فاصوله من المريخ، اللي هو اتى من المريخ، اللي هو النوديك والسويد. الصور دي ايه؟ الصوره دي ايه؟ دي فتاة دي على سطح المريخ، وكالة ناسا في من سنوات قليلة عندما طلعت فوق من المصباح بتكتشف سطح المريخ، وجدت امرأة تلوح بيدها أكنها بتشاور وداعا لطبق طائر. دي امرأة على المريخ لا يعلم من أين أتت، على كوكب ما تثبت أن فيه كائنات حية وأن الجو صالح. ناسا دي حقيقية ولا جرافيك؟ لا حقيقية. ناسا لا تظهر صور او لا تبني. طب الجو غير صالح، الجو هناك لا، ما هو في حاجه. اولا في كواكب، ما في عمليه مطلقه بالنسبة عامه، هل تصلح الحياه في 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 رواد فضاء دي راحوا وما عرفوش؟ ما بقول ما ده كلام اللي انا قلته بعض على الفضاء قبل كده، ان القيامه قامت على سطح المريخ وانتهت، فبالتالي هو فعلا هو صح، لان القيامه قامت هناك ولم تعد هناك صلاح الحياه. لكن هذا لا يمنع، معلش خلينا نقف. لكن هذا القيامه قامت على سطح المريخ، رد حضرتك ايه؟ ابو لهب بتاع المريخ زمانه في النار دلوقتي، بس مش هقول اكتر من كده. طيب هذا برضه كائن او انسان بشري. طيب. هذه اهرامات على سطح المريخ، والصور اللي قبلها كائن بشري. طيب. تحنط القيامه قامت عليه. طيب. وتحنط واحد سيوة حضرتك قابلت فيها الانوناكي. تمام. الانوناكي ده انا يعني عايزين، معلش حضرتك، في صوره طب دي حاطينها هنا ولا لا؟ لا يصور. اللقاء ما تصورش؟ لا يصور، ممنوع. دول متقدمين عندنا بملايين السنين، والفوتوغرافيا بتاعتنا من ايام ابو جهل بالنسبه لهم. طيب ممنوع. طب الصوره دي صوروها ازاي بتاعت المسيح الدجال؟ مع ان لا، المسيح الدجال دي في عايزين عشان بس الناس تعرف. تمام. صوره ابليس دي على كهوف من الاف السنين. تمام. اما صوره المسيح الدجال فهي من مخطوطات. اما الصوره اللي انا عطاها الاخير للناس فدي وكاله ناسا اللي اكتشفها المصباح الفضائي اللي طلعته عشان يكتشف المريخ. تمام. فدي حاجه ودي حاجه. طب ودي حاجه. هل ينفع موضوع الكائن الفضائي ده، انت رايك فيه ايه سريعا كده؟ مع حضرتك الاول خطوه للخلف بس كده. حضرتك استاذ احمد بتقول ان هتلر والجماعه دولت ايه اصلهم منين؟ الجنس الاري، اصول الجنس الابيض عامه، الجنس الابيض من المريخ. المريخ. تمام. اذا طب تربه المريخ زي تربه الارض اساسا؟ هو ايش يطلق عليه توأم الارض؟ قبل قيام القيامه يعني كان تربته زي الارض، يعني بدليل ان الناس اكتشفت مياه العناصر اللي الناس اكتشفت مياه يعني، وانه كان صالحا للحياه في فتره من الفترات. ولكن انا قلت وده اثبت يعني كلامي يعني ان القيامه قامت فلم يعد صالحا. تمام. في اذا كان في ارجع تاني اقول ان رسول قال مثل ادم يوجد الف ادم، وانا بقول لهم اللي كان على المريخ لا تكذب لا تفتري على الرسول. من اللي بقول لك على مسؤوليتي الشخصيه؟ ما انا قلت عليه مسؤوليتك الشخصيه. ما ينفعش كان ممكن في ادم بس احمد، ما فيش ادم. لا انا بتكلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حاجه اسمها على مسؤوليتي الشخصيه. في حاجه اسمها اسناد الحديث. ما انا بقول لك الرسول قال، الرسول قال، انا بسمع الكلام ده، وانا بقول لك الرسول ما قالش. الرسول قال والرسول ما قالش. يا جماعة قعدت مع كائن كده. طب قعدته في الريست هاوس ولا ايه بالظبط؟ حلو جدا. ما يصدقش الرسول قال، وفي ناس بيقولوا كلام كتير عليه الصلاه والسلام. الاختلاف في كل اصول، الاختلاف في كل اصول. هختم بكلمه الشيخ سيد عبد